وأخيرا جت الفرصة. هذا نروح أنا وبابا للقرية القديمة، قرية القليعة، اللي يعجبني بزاف الحال كي نجي ليها. كامل العائلات يتلاقاو، زلالي يريحو عند الجامعة ولا يربو تحت عند العين، وخبار يريحو تحت الشجر تاع الزيتون، يقصرو ويضحكو مع بعضهم. كل مرة نزور القرية يحكي لي بابا عليها، ولا التاريخ تاعها وقت الاستعمار، وكيفاش بناو بالحجرة والطين وغطاو الديار بالقرمود. ميما تاني تحكي لي على الجامع وعلى الزاوية اللي مازال يجوها الناس باش يقراو القرآن. دايما نجي ندخل الجامع نلقى الإمام يقرأ ولا يوريني الناس كتب القدم. مرة قال لي بلي كيان مصحف الجامع مكتوب كامل باليد، ونفرح كي خليني نطل من الجامع نشوف القرية من الفوق. الله أكبر.